أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات ساعة مع نبال النهارده هنتكلم على حاجة روحانية معرفش منكوا كتير جربها ولا لأ مهموم تعبان عايز تقول اللي جواك تروح لمين جربت مرة تخش في مكان بعيد بعيد عن كل الناس اللي حواليك، وتناجي ربنا، وتقعد في حضرته، وتشكيله وترمي همومك على رب العالمين، جربت الإحساس ده بيكون إزاي؟ وممكن تخرج إزاي؟ جربت تقعد شايف نفسك الحقيقية من غير ماسكات ولا تزيين ولا زينة فارغة ملهاش لازمة جربت تعمل مكالمة خاصة محدش يتصنت عليها ولا يعرف انت بتقول ايه متهيألي كلنا محتاجين لده بس ممكن فينا مش عارف يعملها ازاي والخلوة مع الله والمناجات له تبقى ازاي النهاردة معنا في ساعة مع نبال الشيخ عطية محمد من علماء وزارة الأوقاف أهلاً بحضرتك يا فندم حياكم الله أستاذة حضرتك سمعت أنا بـ بـ بتكلم عن الخلوة لكن كتير مننا مش فاهم يعني إيه خلوة ويعملها إزاي جوة بيته وإيه أدبها وإيه شروطها الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصابرين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا الصادق الوعد الامين اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد. الخلوه هي انشغال بالخلق عن المخلوق. عباده نفتقدها في عصر القلق والاضطرابات والمشاكل نفتقدها رغم اننا احوج ما نكون اليها. حقيقي. ان اتعامل مع الله وانسى التعامل مع الناس في كل حتى حينما اتعامل مع الاستاذه نيبال اتعامل لله لا انظر اليها ولا أنظر إلى البشر إنما أنظر إلى ما وراء ذلك وهو رب البشر وهو ده المسلم المفروض بيتعامل أن ينظر إلى رب البشر ولا ينظر إلى البشر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول عبادة عشان يعرف ربنا أول حاجة عملها أول حاجة كانت إيه الاختلاء بنفسه مع الله في غار حراء صحيح هذه عبادة لما نزلت آية النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو مع السيدة عائشة ظل وهو ساجد حتى ظنت أنه قبض فاقتربت منه وحركت أخذت تحرك أصبع إلى أن تحرك فوجدته يبكي حتى اخضلت لحيته وبعدما انتهى فقالت يعني ما يبكيك يا رسول الله قال لها يا عائشة كيف لا أبكي وقد نزلت علي في هذه الصلاة آية هي خير من الدنيا وما فيها آية كلنا بنقرأها بس مش بنقرأها بالقلوب بنقرأها بالآذان بنقرأها بالأجساد إنما الأصل نحن نقرأ بالقلوب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول اللي بيعملوا إيه؟ الذين يتفكرون اللي هو الخلوه بقى ان يقعد يفكر في نفسه ويفكر في الدنيا اللي حواليه ويفكر في ربه ويفكر في القبر ويفكر في الاخره ويفكر في قيمه ووزن الدنيا ويفكر في وزن الاخره هو ده الاختلاء يا اخي انت لو عايز تشتكي من شيء فلا تشتكي الى مخلوق لان المخلوق ضعيف مثلك ماذا يفيدك و أه؟ وبيشتكي من آه يعني ما هو يشكو بيشتك من بال... ويشكوه لمن بالظبط سيدنا يعقوب يا استاذ لما حب يشتكي قال ايه قال انما اشكو بثي وحزني الى من اه اشكو بثي وحزني الى الله هنا في الوقت ده يزداد منك الضعف قوه تغتني وانت فقير يعني تصبح عزيزا بعد ان كنت ذليل بس فضيله الشيخ هل هل في اسلوب معين المفروض ان انا اتبعه وانا بعمل الخلوه دي والمده تبقى في حدود قد ايه ولا دي تبع طاقه الانسان آه احنا بنقول احنا في شهر رمضان وشهر رمضان بيسموه شهر الروحانيات بالظبط وحتى الاعتكاف يعني ايه اعتكاف يعني اختلاء بربنا <applause> يعني كان الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان في العشر الاواخر من رمضان ده ما كانش بيشهد جنازه رغم أنه هو اللي قال لنا قيمه ووزن ومكانه وثواب وجزاء ان ازاي انا اشيع جنازه ما كانش بيزور مريض رغم ان هو بين لنا ان ده ايه اجر ومثوبه ومع ذلك كان لا ينشغل بالله عمن عم سواه، يقعد في المسجد أو يقعد مع نفسه في خلوة بينه وبين ربه، بيقول أنا قعدت 11 شهر، 11 شهر و20 يوم مع الناس، يبقى 10 أيام لله، يبقى الأصل فيها إنه طول ما أنت قلبك سليم ويتقبل مناجاتك بينك وبين ربنا، طول ما أنت علاقة قائمة دائمة فلتستمر طب هل هل المفروض وانا يعني مش بتكلم على المسجد بتكلم على ال على ان انسان يقدر يعمل الخلوه دي جوه البيت اني اروح بمكان بعيد طبعا طاهر ريحته حلوه استحضر النيه هل في حاجات معينه انا المفروض اعملها هل هي كلها ذكر؟ هل هي كلها شكوى؟ هل هي كلها قراءه قران؟ انا انا عايزه يسر الموضوع على الناس ان ان احنا دلوقتي فضيله الشيخ كلنا تعبانين كلنا مهمومين كلنا ما فيش بيت الا ما في شيء تعبه فازاي ان احنا نهرب من الاوجاع والقلق وعدم الطمانينه ان تتبدل جوانا بالاطمئنان والسكينه والهدوء فلما قريت لقيت ان الخلوه دي ليها مفعول زي السحر ان هي بتخلي البني ادم او المؤمن يخرج المسلم يخرج بعديها وكانه اتولد من جديد حتى لو لسه الهم عنده زي ما هو حتى لو لسه الابتلاء ما, ما, ما ترفعش ولكن بتعمل حاله من الروحانيات والسكينه والهدوء وبتحس ان انت ماشي على الارض صلبه ايه القوه اللي جات لك دي ايه الـ 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 مع ان مشكلتك ما اتحلتش يعني انت مشكلتك ما اتحلتش لكن فعلا اللي بيقدر يوصل للروحانيات دي داخل الـ 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 الخلوه ومناجاة الله في النص ساعه او الساعه دي بتفرق كتير جدا معاه يكسر من ايه اه طبعا هي استاذه ابواب الخير كثيره طبعاً. هناك من يدخل من باب الذكر يعني انا مثلا الاقي نفسي والاقي القلب والعمليه زي ما بنقول ارتفعت عندي حينما اذكر الله سبحانه وتعالى الاخر يجده مع قراءه قران وثالث يجده مع الدعاء واخر يجده مع المناجاه وثالث في الصلاه وهو يسجد مع ربي ابواب الخير كثيره لكن الاصل استحضار القلب متى حضر القلب وحدثت السكينه والخشوع ده اصل المؤمن لان ربنا بيقولك انما يتقبل الله من 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 المتقين ما قالش من المصلين وما قالش من القارئين وما قالش من المزكين انما اللي بيتقي اللي بيستحضر بقى حته التقوى التقوى ايه زي ما سيدنا النبي قال التقوى ها هنا القلب يا استاذة هو موضع نظر الرحمن يعني عبادة بلا قلب كانها لم تكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح لنا وهو بيبقى قاعد في الصلاة وهو في الصلاة كان يناجي ربنا وبيقول له ايه لما بيرفع لما بيجي يناجي ربنا ويكون في ركوعه وارفع من الركوع يقول له ايه خشع لك سمعي وبصري وعظمي اه عظمك ده ليه خشوع سمعك ده لخشوع بصرك لخشوع كل حاجه في جسمك لها خشوع ولها وقار ولها سكينه هتوصل للحاله دي يبقى انت فزت خلاص طيب هو ربنا اصلا لما جيب بيتكلم قد افلح المؤمنون اتكلم قال ايه اول صفه من صفات الفلاح للمؤمنين المؤمن سيفلح ايه دليل الفلاح ايه سببه قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون فالخشوع يا جماعه استحضار القلب احنا لما نقطه فضيله الشيخ في ناس كتير بيخشوا بيبداوا من الصلاه او قراءه القران ولكن بدون خشوع ولا يقدروا يوصلوا للروحانيات وعشان كده انا بقول مثلا ان هم بيعملوا الشيء لكن بيخرجوا منه مش بالهدف الم المرجو منه يعني ازاي انا استحضر القلب هل هل في تدريبات معينه اسلوب معين اقدر ان انا اوصل لحاله الروحانيات دي اه أو طبعا اولا نبدا بالمجاهده مجاهده النفس لان النفس اصلا بتنفر من اي حاجه تحب تتقوقع فيها يعني بعد ان دخلت في الجسد واتحبست فيه مش عايزه اي حاجه بعد كده تتحبس فيها آه. فانت تيجي تاخد نفسك تقولها لها تعالي نصلي تقولك لا مش عايزه تعالي نقرا قران لا مش عايزه مش عايزه تتحبس عايزه تكون طليقه فمين اللي بيقود النفس آه. ويجي رمضان عشان يقول يا جماعه الانتصار على النفس هدية. لما أنا أب... هدية. آه. نعم او رب نفسك بنفسك بيقول سموه كده شهر تربيه النفس بالنفس اربي نفسي بنفسي يبقى انا واحد مثلا يعني بيجي يغلط او بيتعامل باسلوب همجي فيجي الصيام يقول لك لا ما تتعامل. نفسك تبقى عايزه تنتقم حب الانتقام حب انتقام للنفس يقول لك انا رد انا ليا لسان زي ما ليه لكن الصيام يجي يقول لك لا ادب نفسك بقى قف مع ايه قف في حدود الايه الادب <applause> مع رب كبداية وزيك يا جماعة احنا بنقوله احنا المفروض نتعامل مع ربنا مش نتعامل مع البشر بيجي بعض احيان واحد يقول يا شيخ يعني انا في ناس قريب اه من الدرجة الاولى وبتكلم معاهم وما بس هم ما بيسمعوش بس هم ما بيرضوش انا مثلا اتصل بيهم او اقابلهم انا نفسي حمضت او انا مش عايز اكلمه اقوله عشان انت بتتكلم معاهم لهم <applause> إنما لو تكلمت معهم لله هتتحمل صح. يعني ايه يعني إيه المفروض إن كل حاجة نعملها لربنا لما نعمل لربنا ونتعلق بربنا يجي بقى المرحلة بتاعت الخشوع دي يا أستاذه مم. بداية مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هتوصل مم. بس ايه محتاج فترة يعني بعض الصحابة يقولك إيه تعذبت بالصلاة عشرين عاما قعد يصلي عشان يوصل لدرجه الوقار والخشوع والسكينه واستحضار القلب بقى وان هو يبقى قاعد في الصلاه يا جماعه المشاهدين الكرام يبقى انت في الصلاه ولما تقول الحمد لله رب العالمين تسمع باذن قلبك يقول الله يقول صح اه حمدني عبدي يس مين اللي يقول الكلام ده؟ مين اللي يوصل للمرحله دي؟ مين اللي يسمع كده؟ ويقول لك ايه؟ جعلت الصلاه بيني وبين عبدي. مين اللي يعرف كده يا جماعه؟ ان الله ينصب وجهه في وجه عبده في صلاته. من الذي يستحضر هذا المعنى؟ عايزين مجاهده في البدايه استحضار معنى الصلاه وهي الصله. واذا كان عرج بالنبي الى السماء فاخذ الصلاه هناك فهي لنا الان معراج الى السماء صحيح. هي لنا الان معراج الى السماء فلنستحضر يعني الانسان لما بيصلي مش بيصلي بجسد روح انما يصلي بالروح صحيح. انما يصلي بالقلب في ناس في فضيله الشيخ بتبقى عايزه توصل لحاله الروحانيات بتبقى دايما اسئلتها إني نعمل ايه يعني احنا بنصلي بنصلي بنصوم بنزكي بنذكر بن, ربنا ب, بنعمل كل العبادات لكن عايزه اوصل لمرتبه اعلى هل في ادعيه معينه في اذكار معينه في ايات معينه ممكن تساعد الانسان أن يوصل للروحانيات دي؟ ما فيش اي دعاء غير انك تصل الى الله تعالى بقلبك. استحضار القلب في وجود الرب استحضار القلب لما يكون الانسان مع ربنا ويكون الانسان يعني يستحضر الروحانيات الصلاه او روحانيات القراءه ويبعد عن مشغوليات الدنيا واحنا بنقول يا استاذه لما احب اوصل للمرحله ديت اوزن الاشياء على قدرها يعني ليه احنا بنتهافت وبنبعد عن مرحله الخشوع ونيجي وانا في الصلاه يا انا ببقى موجود في الصلاه مش مع الامام وهو بيقرا قران انما بيبقى مع عملي بيبقى مع شغلي بيبقى مع المصنع بيبقى مع المتجر ليه يا جماعه؟ تليس للانسان من صلاته الا ما عقل منها ده المفروض يا جماعه انا ادخل في الصلاه في ناس بتخش في الصلاه بتطلع منها بالحذاء اللي اخذته بالصحة. اه ما بياخدش اي حاجه ولا يتقدم الى الامام ليه لان احنا ما أخدناش قلوبنا معانا اه ما أخدناش ايه ولذلك لما سيدنا النبي قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ايه الا ظل قال رجل قلبه ولا جسده قلب يعني قد يكون خارج المسجد على فكرة يعني لكن قلبه جوه المسجد وهو ده يا جماعة اللي بيعرفنا المسجد ده المسجد ده مش هو هو يعني بيعمل لك مرحلة بيديك وصايا بس مش بتقوم فيه الدين إقامة الدين اللي أنت بتسمعه في المسجد خارج المسجد لذلك يعني أنا أنا أتكلم في المسجد وأنا إمام أتكلم عن بر الوالدين طب حد بيبر والديه في المسجد ولا بره؟ يبقى هنا توصيات توجيهات في المسجد انما تطلع تتعامل باللي انت سمعته فالدين بره المسجد انما جوه المسجد تاخد توصيات كان مفكر مفكر اسلامي كان بيقول ان اداء الصلاه خارج المسجد لا. مش داخل المسجد مش دا. صحيح. ودي كانت فلسفه منه لان هو بيعتبر ان ان ان, إن انت مجرد خروجك من المسجد فانت بتنفذ التعليم اللي... فبتقوم بالصلاه فعلا بتقوم بالواجبات اللي عليك فعلا فبيبان من سلوكياتك ان انت يعني بتقوم بس... بالصلاه ولا لا مش ان هي صلاه جماعه داخل المسجد في على حضرتك مش عارفه متابع حضرتك طبعا فرصه ان احنا نسال كل الاسئله اللي موجوده واللي بتجي كمان حاجات غريبة جدا آه شفت مؤخرا حاجة عن موضوع الروحانيات النورانية و... وبيستخدموا كتير ازاي تبقى روحاني ازاي تبقى قريب من ربنا ازاي تقرا الصوره الفلانيه بعدد مش عارفه قد كذا وبعدين يحضر خدام الصوره هاي بتشوف الحاجات دي ازاي لان في ناس بتصدق الكلام ده وفي ناس بتتبعه بتشوفها ازاي فضيله الشيخ طبعا هو خير هل الكلام ده مظبوط خير الهدي هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام ونحن امه متبعه ولسنا مبتدعه يعني الكلام اللي هو ليس له اصل من الكتاب او من السنه نضرب به عرض الحائط ده كله يعني ناس بيبقى مصدر ارزاق وناس منتفعين وناس تجار دين زي ما في في تجار دنيا في تجار دين أيه. احنا المفروض ننتبه يا استاذه ان احنا نعرف ان ما حدش ياخد بايدك انت اولى الناس بنفسك صحت. ومحدش هيحب الخير كما تحب انت لنفسك الاصل ان احنا نتعامل مع الاشياء باحجامها او باوزانها ليه احنا انشغلنا بالقيل والقال وانشغلنا بالدنيا لان اديناها وزن اعلى من ايه من وزنها سلامة. وربنا حذرنا يا استاذه أيوة. وقال فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الايه الغرور يعني بيقول لك في حاجه اسمها غرر يعني ايه غرر يعني انا ازود الشيء عن قيمته او انقصه أيوة. يعني مثلا قيمه الشيء ده اللي احنا بنسميه غرر في الفقه عندنا الغرر اللي هو بيبقى انا اجهل قيمه الشيء أدي له فوق حجمه يعني مثلا حاجه تبقى مثلا ب 100 جنيه اقول هي ب او تبقى ب 100 اقول طب يبقى انا مش عايز مش عارف اديها حجمها فاحنا مش عارفين ندي للدنيا ايه حجمها فبنزودها ومش عارفين ندي للاخره حقها فبن ايه؟ اه الاصل يا جماعه عدم الغرر <applause> يعني اعطي للدنيا حجمها ودي مرحله القلب اللي احنا بنقول لو عرفنا الدنيا يا جماعه الانسان دلوقتي يا استاذه انا جاي لك النهارده وكان معايا طبيب صديق عنده 36 سنه امبارح اول امبارح كان في تعداد الاحيان كان بيمشي على رجليه بلا اسباب ان امبارح خلاص انتهى قضي الامر لما اعرف قيمه الدنيا وانظر لحاجه زي كده واعرف ليه التهافت وليه المشاكل؟ وليه النصب؟ وليه الكذب؟ وليه الاحتيال؟ وليه الرشاوة و... وليه الفساد؟ والمشكلة يا فضيلة الشيخ إن هو في الدين يعني وبيثقل برضو الأمر يعني مثلا لما يبقى الفكر إن أنا هوصل لمرتبة معينة لأني هقعد ما هو أنا هأدي الشيء ده أداة مش مش بالقلب مش بالإحساس يعني ممكن انسان يدعي ربنا يقول بس يا رب تستجيب دعاه آه. لانها طالعه من قلبه بروحه نعم. بكل ما خلايا جسمه بيقول يا رب عشان كده بقول ممكن وممكن واحد تاني قاعد آه. عمال ليل ونهار ويدعي وما, وما يس... وهنا برده حته مهمه قوي عايزين نوصلها للمشاهدين النهارده ان كل ما ب... ما القلب ب... 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 أنت ب... يعني بت تستحضروا وكل ما بتوصل للروحانيات الربانيه وكل ما بتبقى فاهم ان ما فيش حد قادر على اي شيء الا الله وعشان كده انا بدات الموضوع بالخلوه ان انت بت الانسان بيبقى خايب لما يروح يشكي للبني ادم اللي زيه زيه بعد ما هيمشي هيقعد آه يتكلم عليه ويقلل من مشكلته ومش هيقدم لك ولا يأخر لك حتى الناس اللي بيتسخروا في طريقك رب ربك هو اللي بيحطهم لك في طريقك صحيح يعني من يعني هم مش جايين لك كده هم انت من دعائك ومن توسلك لله ومن رضاك باللي ربنا اعطاه سواء كنت راضي بيه او كان صعب عليك فيه فربنا بيسخر لك الناس اللي يقطوا حاجاتك صحيح وهو ده يا استاذ اللي احنا بنقول عليه ان الانسان اللي بيعمل الكلام ده مش بيجهل هو في الحقيقه بيجهل قيمه الاشياء لان اللي بيشتكي المخلوق ده ما يعرفش اصلا وزن المخلوق وما يعرفش وزن الخالق ولذلك القائل بيقول ايه واذا عرتك بليه فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكر الرحيم إلى الذي لا يرحم تشكر الرحيم إلى الذي لا يرحم فالأصل يا جماعة نحن لما نعرف الخالق ونعرف المخلوق نعرف الرازق ونعرف المرزوق نعرف الحي الذي لا يموت ولذلك الآية بتقول إيه وتوكل على إيه على الحي الذي لا يموت سيدنا الامام الشعراوي رحمه الله اه لما تكلم في الايه دي قال لي ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت جاب لي اتنين ما قالش ليه ما هي الحي هو الذي لا يموت كان قال يكفي ان نقول في الظاهر يعني وتوكل على الحي او توكل على الذي لا يموت انما جابهم لي الاثنين ليه قال لك عشان يعرفك ان في حي يموت وحي ايه لا, لا يموت فإذا كان هناك توكل منك فيكون على التوكل الحي الذي إيه؟ ما تتوكلش على الحي اللي بيموت فده المقصد يا جماعة إن إحنا نعرف نمشي إزاي في دنيتنا يعني إحنا أستاذة زي ما في في الكورة في اللعبة ديت لها ضوابط ولها شروط اللي بيخلي بالشروط يقول لك مثلا اللي يطلع خارج الخط ده بيبقى يبقى اوفسايت يبقى اوت يبقى ضربه ركنيه زي ما في ضوابط للعبه هنا بيبقى في ضوابط للدنيا والدنيا لما ربنا سماها حتى في القران قال ايه انما الدنيا لعب ولا لعبه ولازم نعرف نلعب الدنيا صح عشان نوصل صح احنا المفروض يا جماعه اللي احنا نجهله ان احنا مش عارفين دنيا صح يعني مش عارفين نتعامل مع عشان احنا نجهلها يعني واحد يبقى عنده سبعين سنه ويموت وعنده سبعين سنه وما يعرفش حقيقه الدنيا صح فاحنا عايزين نفهم الاشياء لو فهمنا الاشياء نبدا نطمن بقى لما نفهم الدنيا ما نتصارعش عليها يا استاذ لما نفهم الدنيا ما يحصلش المشاكل اللي هي في المحاكم دلوقتي ما يحصلش الاقتتال اللي هو بره ما يحصلش التسارع اللي هو في الدنيا ما يحصلش الكلام ده اطلاقا لو عرفنا وإن قيمه الدنيا ان احنا مش جايين الحياه للراحه هي مش راحه وهي ليست نعم هي مش راحه احنا فاهمين غلط وعارفه يا استاذه عدم راحتها ده ده لطف من ربنا بينا لطف ربنا بينا لا اشرحها ل... لي آه لاني لو كانت راحه أوه كان الانسان ركن لها أوه وحبها انما ربنا يقول لك ما تحبهاش انت تحب ايه الاخره اه ولذلك لما جدي يتكلم عن السعاده في الدنيا قال واما الذين سعدوا ففي الايه الجنة فأبى الله أن تكتمل سعادة في الدنيا عشان الناس ما تتعلقش بيها فأنت لو معاك النهاردة بصحتك أكيد بكرة بص لبكرة وبص للناس هتلاقي أن الصحة هتضيع أكيد يعني النهاردة بمالك غدا إما أن تتركه وإما أن إيه يتركك واحد منك هيسيب التاني مفيش لا محاله فاحنا لما ننظر ونشوف ان مفيش سعاده فما نتعلقش بيها كويس ما نتعلقش بيها قوي والسعي بقى اه السعي بقى والاجتهاد علشان عايزه الاخره عايزه الجنه آه. فطمعي اكبر آه. بكتير من الدنيا و... ولذلك ولزا... فاصبر وربنا و... 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 انت برضه لي حاجه وانت بتتكلمي حضرتك ان ربنا على قدر الهدف يكون الانطلاق والسعى فلما جه اتكلم عن الدنيا والمشي واكل العيش والرزق والكلام ده قال يا جماعه لازم تمشي ولازم تتحرك لكن حقيقه انك تمشي ايه فامشوا في مناكبها يعني امشي بالراحه المشي مش بالسرعه طب لما اتكلم عن الدار الاخره واتكلم عن عن الجنه واتكلم عن النعيم قال ايه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لما قال لك تروح لربنا ألف فروا آه فأنت هدفك على قدر الهدف يكون السعي إحنا بدينا الحاجات وبدينا الأمور بقينا نتصارع ونتباطأ في أمر وده غلط يا جماعة ما إحنا عشان كده يا أستاذة بدايتنا ونهايتنا نعرف نوزن الأشياء لو عرفنا نوزن صح هيبقى بقى يبقى الاطمئنان هنا بقى مش مجاهده هنتصر على نفسي لان النفس كدابه العلماء يقولك كده يا استاذه النفس كالايه؟ كدابه اما ان تحملها ها اما ان تركبها وتقودها انت واما ان تركبك شفت انت بقى لو الواحد العربيه ونزلت تحت تحت العربيه يبقى ايه هتهرسنا انما لما ابقى انا فوق العربيه وانا اللي بقود أه؟ يبقى احنا مع نفسنا كده انا اللي اقود مش اتقاد فاحنا احنا انا, أنا مره فضيله الشيخ كتبت مقاله كده قلت فيها ان النفس وصيفه الشيطان يعني ان النفس وصيفه الشيطان ان هي اللي بتترجم لينا او بتتحكم فينا بكل الاوامر اللي الشيطان عايزنا ان احنا نقوم بيها هل التوظيف ده صح؟ اه طبعا احنا بنقول يا استاذه احنا عندنا الانسان مجموعة اشياء مركبة مم. يعني في جسد وفيه روح وفيه نفس مم. النفس دايما تريد ان هي تخرج عن الايه عن امور السمع والطاعة تخرج إلى الاهواء إلى الامزجة الشخصية بتخرج عن الانقياد الروح ديت كلمة الله ثم نفخت فيه من روحي <applause> فالاصل لو انا همشي مع الروح هوصل انما لما نفسي تاخدني من راى ان هناك اضر عليه من نفسه فقد اللي أه اللي يظن من ظن ان هناك شيء يعني اقوى واضر عليه من نفسه فقد اخطا الحق بنفسه يبقى ما يعرفش الحق صح أول حاجة أعرفها إن النفس حتى أقوى من الشيطان لما ربنا تكلم عن الشيطان وكيده قال إن كيد الشيطان كان كان ضعيفا طب لما جه اتكلم في قصة يوسف واتكلم امرأة العزيز وإنها وصلت إلى مرحلة إن هي تتخلى فيها عن حتى المرأة أو أن المرأة تكون طا ما تكون المرأة تكون مطلوبة وليس طالبة يعني تخلت عن كل العفة وتخلت عن الأمور الإنسانية فضلا عن الأمور الأخلاقية يعني المرأة في حد ذاتها تكون إيه؟ هي اللي تنطلب مش تطلب مم. لما رفعت وصلت للمرحلة دي مرحلة دونية مفيش بعد كده وجيت تقول يا جماعة السبب في الكلام ده إيه؟ التدني ده الوصول للمرحلة السفلى ديت أوه. قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لإيه؟ لا بالسوء فأحالت الأمر إلى الإيه؟ قالت النفس تعمل كده توصل بالإنسان إلى المرحلة دي أوه. لكن إحنا المفروض المفروض إحنا بنتعامل تعامل إن أنا كمؤمن أنا الذي أسير النفس وما أقولش يا جماعة إن أنا حر إحنا مش أحرار احنا عبيد لله سبحانه, سبحانه وتعالى تعالى. يعني الكلمة دي برضو الواحد في ساعات بتحدث عند الواحد ضيق من اللي يعني بنت مثلا احنا في رمضان ورمضان ده بنسميه له هيبة م وله مكانة في النفوس عندنا من يعني من جيل يتوارثها الاجيال حتى لما تيجي بنت مثلا مش مش كوي مش يعني متبرجه او غيره وتيجي تقول لك انا هتحجب عشان ايه؟ رمضان عشان رمضان كويس احتراما احتراما, احتراماً وهيبه يبقى في حتى اه اشجعها بعد كده ان هي تبقى دي مرحله للانطلاق لبعد ذلك انما في تدني اخلاق يوصل للمرحله ديت وكانه لم يكن هناك شهر فضيل شهر كريم شهر ما ما فضيلة الشيخ نتيجة اللي بيتصدر لنا ونتيجة الأفكار المغلوطة ونتيجة فهم الدين بأسلوب غير راقي وغير حضاري ابدا ونتيجه الاتجار بالدين زي ما كنا بنتكلم من شويه ما هو حاجه برضو بتعمل جنون يعني لما الاقي كل حد طالع بفكر مختلف وانا لسه ما وصلتش لمرحله الروحانيات او التدين او الفهم في الدين ما انا ممكن اضيع وسط, وسط الهوجة الكبيرة دي دي برضو من المشاكل اللي احنا عدنا بنقابلها في العصر اللي احنا فيه دلوقتي والتكنولوجيا اللي احنا فيه معايا مجموعة من الأسئلة طبعا لما عرفوا ان حضرتك موجود معانا النهارده فحبوا يستفسروا عن بعض الامور طبعاً. في سؤال بيقول لو في شخص ما صامش رمضان العام الماضي هل عليه القضاء ان هو يقوم بالصيام تاني من العام الجديد يعني الجديد ده ولا ده حاجه وده حاجه اه يعني اخر الصيام الى ان جاءه رمضان الاخر اه هل يقبل دخل منه عليه. يقبل منه ولا لا الصيام بقى بتاع السنه اه الصيام بتاع السنه دي اه طبعا يقبل منه صيامه صحيح لكن هو يجازى على الصيام الذي تركه قبل ذلك لازم يعود. فعليه قضاء, قضاء. ثم فديه في الاثنين عليه القضاء والفديه القضاء ان هو بدل اليوم اللي هو فطره يعني انا لو انا مثلا فطرت 10 ايام كنت بعمل عمليه مثلا او كان سفر او مرض او غيره م. يبقى ال 10 ايام وعن كل يوم فديه عقوبه على التاخير لانني الاصل ان انا تمكنت من الصيام ولم أصوم. أوه. يبقى انا تقاعست عن اداء الواجب عشان كده بنقول عليه قضاء وفديه ده وفد. الاثنين اه عليه قضاء يوم يقضي يوم وفديه اللي هو إطعام. اطعام احنا عايزين نفرق اولا ما بين حاجه عندنا اسمها القضاء أوه. وحاجه اسمها الفديه وحاجه اسمها الاداء وحاجه اسمها الكفاره اربع حاجات الاداء ان اقوم بالعباده في وقتها يعني انا في الصيام بصوم في رمضان ده بقى اسمه اداء تمام طيب انا تعبت او سافرت وعلي ايام نقوله يبقى ايه يستوجب عليه القضاء اللي هو اداء العباده لكن في غير ايه وقتها أوداها بقى في شوال اديها في ذو القعده اديها في ذو الحجه يبقى أدها فين نفس العباده اصوم بس مش في رمضان بقى لعذر شرعي اصوم فين او ادي العباده في غير وقتها ده القضاء طب الفديه مم. هو عوض او آآ آآ بنسميها بدل من الصيام وده بيكون عذر انا انا ما اقدرش اصوم مثلا زي الرجل الشيخ الكبير مم. ما يقدرش يصوم فيعمل فديه الفديه دي بدل عن الصيام ويكون بالاطعام اللي هي, بالإطعام. الاطعام. اللي هي الإطعام. الاطعام الفديه بالاطعام الكفاره هي عباده زجريه لمن انتهك حرمه الصيام، دي الكفاره. أوه. يعني ايه؟ زي هنقول الكفاره المغلظه. اللي هي الجماع في نهار رمضان هي دي الحاجه الوحيده اللي عليها القضاء والكفاره. أوه. ودي يعني لان لان الله سبحانه وتعالى يقول في الصيام ايه؟ يدعو شهوته من ايه؟ من اجل فاللي هو بيعمل الكلام ده لا هو ما سابش شهوته، مم. فربنا يعاقبه دي عقوبه شديده يقول له ايه؟ عتق رقبه وطبعا ما عادش في عتق رقبه آه. صيام شهرين متتابعين. مم. طيب لو انا ما اقدرش اصوم اطعام يبقى الاطعام إطعام 60 مسكينا، دي اسمها الكفاره المغلظه، يبقى احنا عرفنا القضاء، عرفنا الفديه، عرفنا الكفاره، عرفنا الاداء. فاللي هو صاحب السؤال لو ان هو حاله طارئه يعني اسمه امر طارئ اللي هو كان في سفر او كان مريض مرض يرجى برؤه يرجى شفائه يعني هيعفى بعد الكلام ده فاحنا بنقول عليه مثلا فطر 10 ايام وجي عليه رمضان وهو ما صامهمش نقول لا بعد رمضان ده يبقى عليك 10 ايام تصومهم و10 فديه اللي هو اطعام عن كل يوم مسكين آه في سؤال كمان بي بيسالهم عن موضوع قطره العين والانف والاذن هل ده ممكن انه يبطل الصيام هو الـ الـ الحاجات دي لا تبطل الصيام آه الا في قطره الـ الـ العين اللي هي الأذن بنقول ان احنا يعني لو قدرنا نحترز منها والانف والانف في مواد ما دامت ان هي مش حاجه غذائيه او تذهب من الجوف اللي هو تصل الى الجوف يبقى لا شيء فيها فاحنا بنقول لو ما فيش احتراز احنا بقدر الامكان نحترز منها لكن لو ان هو دواعي طبيه عاجله فناخذها ولا حرج فيها طيب في كمان سؤال على موضوع الناس اللي عندهم ربو وبيستخدموا البخاخه ولازم انها تستخدم مثلا البخاخه طول يعني في فتره الصيام هل برضو ده ممكن يبطل الصيام؟ لا ده مش مش بيبطل الصيام ولا حتى بيبقى في حبايه بنحطها تحت اللسان لمرضى القلب دي بتروح مع الاوعيه الدمويه تصل الى الدم بواسطه الاوعيه الدمويه مش من الايه مش آه. من الجوف فلا يعني دي برده ما فيش الحبايه دي ما تسببش لا الصيام صحيح ان شاء الله ان شاء الله آه في ممرضه آه عملها طبعا انها ممكن تشوف عوره المريضه فهل ده يبطل الصيام لا طبعا عايد. هي طبعا الاصل فيها ان إحنا كل واحد له عورته لكن هناك في بعض الاشياء زي ما بنقول الضروره تبيح المحظورات الضرورات تبيح الايه المحظورات فدي ضروره تؤجر عليها لان هي ده عملها فاحنا بنقول هي خارج السياق خالص لما نتكلم عن كشف العوره بلا ايه حاجه ده اللي بنقف عندها انما اذا كان هناك ضروره ويستدعى ذلك فهذا امر واجب. حكم ما يدخل المهبل من لبوس او غسول او منظار مهبل. نقول ان الاصل فيه اذا كان هناك مواد دهنيه غذائيه ففيه يعني قضاء، لكن اذا كانت مواد علاجيه فقط ما فيهاش الطبيب قال لك ان ما مواد غذائيه او لا تفيد الجسم فالاصل فيها ان الصيام صحيح. لا قضاء فيه آه الناس آه مرضى السكر اللي بياخدوا الأنسولين آه خلال الصوم هل ده ممكن إنه يبطل الصلاة صيامه صحيح آه في ناس ناس بتنام طول النهار وتسهر طول الليل هل ده صيامه يعتبر صحيح هو طبعًا يقلل من ثواب الصيام لأن إحنا عندنا الأصل فيها الأجر على قدر المشقة يعني مش هتلاقي مثلا واحد بيمشي في النهار وراجل تعبان أو بيعمل واحد نايم ويبقى ده زي ده الأجر على قدر لكن الإيه؟ ما, يبطل. ما يبطل لا مش. هو صيامه صحيح لكن احنا آه. عن الثواب الثواب بقى يقل آه. أو يزيد آه ما بنقول. الأجر مم. على قدر المشقة لأن آه. احنا نتفاوت في الأجور الجنة يا جماعة درجات ففيها الفردوس الأعلى وسيدنا النبي لما قال ايه اطلب الفردوس الاعلى اللي هو اعلى حاجه فاحنا لو عايزين نوصل ده شهر احنا بنطق... احنا عايزين عندنا يا جماعه في شهر بمناسبه الكلام ده ان يعني يكون عندنا حاجه اسمها ادمان الحسنات يعني نعرف نجيب الحسنات ازاي حلو المصطلح ده آه قوي يا فضيله مش ادمان المخدرات آه ادمان الحسنات ادمان الحسنات أيوة. نعرف نوصل للحسنه ازاي نجيبها ازاي نرفع درجتنا ازاي فاحنا في شهر كريم بتتضاعف فيه الاعمال انام ازاي طب ما هو الاصل ان الشهر ده شهر عمل لان احنا عندنا برده اخطاء شائعه ان يقول ايه انا هبطان انا ده ده شهر احنا ما فزناش وما انتصرناش على الاعداء الا واحنا صايمين والحرب والعمل ده اشق انواع العمل ومع ذلك عشان حضرتك قلت ادمان الحسنات آه ارجوكم حاولوا على قد ما تقدروا هديه جايه من ربنا بتيجي من السنه للسنه على قد ما ما نقدر نبعد شويه عن المسلسلات والتلفزيون أوه. والحاجات اللي اللي بتلهينا ونركز في العباده علشان يعني الهديه نطلع مستفيدين من هديه رب العالمين تخيل بقى ربنا اللي بعت لك الهديه في سؤال كمان بيقول ان لو حد متوفي وعليه صيام هل ممكن ان انا انوب عنه في الصيام طيب ده غريب شويه فضلت الشيخ أقول اسمع طيب احنا هنقول أه ال الذي توفى قبل امكان القضاء فليس عليه شيء وليس على وليه او ورثته شيء اللي هو قبل امكان القضاء يعني ايه قبل امكان القضاء آه. يعني لم يتمكن من الصيام يعني انا فضلت عملت العمليه مثلا فضلت انا فطرت 10 ايام اللي هم الاخيره وفضلت بعدها تعبان تعبان تعبان, تعبان ومت آه. انا لم اتمكن يعني ما جيتش فتره ان انا صحيت ومشيت ان انا فضلت تعبان ومريض لغايه ما ايه ما مت يبقى ليس عليه الصيام وليس على وليه الصيام دي في حاله ايه قبل امكان القضاء ما عرفتش اتمكن من القضاء وموت خلاص انتهت القضيه طيب لو انا شفيت وكان عندي فرصه ان انا اصوم وما صمتش وبعدين رجعت مت نقوله في الحاله دي بقى ايه من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، وده هو الرأي المعتمد عند الشافعية قال به الإمام النووي يصوم يصوم عنه آه آه من مات وعليه صيام ده هو المشهور آه ورأي المعتمد والمختار عند السادة الشافعية وعلى رأسهم الإمام النووي وقال به في المذهب القديم قال أنه من مات كلام سيدنا النبي عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام. والسلام وعليه صيام فليصم عنه وليه لان في واحد برضه جه سيدنا النبي وقال يا رسول الله يعني ابي مات وعليه صيام أفأصم عنه قال الو كان عليه دين اكنت قاضيه يعني لو كان عليه ديون عند فلان او علان قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى طب لو انا مش قادر مش, مش قادر اصوم لو مش قادر اصوم يبقى أه يبقى أه أه اخرج فديه عن كل م. يوم اللي هي إطعام مسكين اطعم مسكين آه. بعدد الايام بعدد الايام اه عش. نعم آه، في سؤال على تاخير الغسل سواء الحائض او الجنابه قبل الفجر ولا بعد الفجر اللي هو ايه الحائض أيوة. والجنابه نعم الـ هل الاغتسال قبل الفجر ولا بعد الفجر اه احنا لما الأفضل ب... يعني. اه هو طبعا احنا لما بنتكلم هو الـ الـ ده ليس من شروط صحه الايه الصوم ان الواحد يبقى جنوب انما هو شرط لصحه الصلاه فعلشان كده بنقول احنا بنقول لك اغتسل عشان تصلي الفجر انما صيامك صحيح يعني ده لا يؤثر في صحه الايه السيارة. الصيام انما احنا لما ولكن بن... هيقلل آه. هي... هيمنع فريضه هيمنع تانية. فريضه الصلاه آه. فعشان كده احنا بنقول لك ان ده ما بياثرش في الصيام لكن احنا بنقول لك اعمل الكلام ده علشان ايه علشان تص... عشان تصلي ال بيستخدموا ل... ان هم يغسلوا اسنانهم لا شيء فيه ما فيش فيها مشكله المكياج والعطر اثناء الصيام اثناء الصيام ما دام ان هو داخل البيت لا شيء فيه لكن لما تيجي تخرج هو اصلا يعني هو محرم ما قبل رمضان فمن باب اولى ان يكون يعني أن يكون في, في رمضان, رمضان؟ في سؤال كمان الناس اللي اعمالهم بتكون شاقه هل آه يفطروا ولا يصوموا طيب الاصل في المشقه هي مشقه تحتمل ولا لا تحتمل اللي هي يعني هم الاعمال الشاقه احنا بنقول اهو بقى أوه. احنا بنقول هو اذا كانت تحتمل ودي الكلام ده بينك وبين ربنا بين الانسان وبين مين ربنا لان هو اللي هيسالك هو اللي هيحاسبك بشحنه أوه. فاحنا بنقول لك دلوقتي لو ان مشقه تلقي بك الى التهلكه او تعرضك انك انت هتبقى في حالة صحية متدنية أو هتتعبك أو كده فبنقول إحنا إيه نفطر ونقضي هو في كل الأحوال كده كده عليه قضاء فاحنا بنقول إيه يعني إيه اللي يخليك تصوم بعد كده ما دام الامر فيه مشقه لا تحتمل او تؤدي بالانسان الى التهلكه فالاصل فيها ان انا افطر واقضي بعد ذلك و... طب افرض حضرتك ان ده عمله على طول إيه لو عملوا على طول أتعام. ما احنا احنا بنقول لو عمله على طول ويستمر وليس له مصدر رزق, تاني. رزق اخر آه. الا هذا العمل ففي الحاله دي بنقول يبقى الاطعام في سؤال بيقول لو بيتكلم مع خطيبته خلال نهار رمضان ده ممكن ان هو يطل الصيام ولا لا؟ هو الاصل اصلا في ان الواحد يتكلم مع خطيبته في نهار رمضان آه، الاصل فيها الخطوبه هي وعد بزواج أوه. وينتهي الامر أوه. ملوش علاقه بيها بقى بعد كده من الناحيه الشرعيه أوه. احنا بنتكلم في امور ملهاش تعلق برمضان خالص أوه. هو اصلا لو تماديت في العلاقه مع المخطوبه فهو شيء منهي عنه <applause> انا دخلت وقلت هذا وعد بزواج وفقط وانتهى الامر لغايه ما يجي عقد زواج او ياتي الدخول اللي هو الزواج الاصلي وخلاص تنتهي القضيه انما الكلام والتدخل بعد كده بيبقى طبعا منهي عنه فهو منهي عنه ما قبل رمضان فهو منهي عنه من باب اولى في ايه في رمضان خصوصا اذا كان بقى في امور بتبقى في كلمات او غيره محرمه اه لان إحنا, و... احنا عندنا استاذه في فضول للكلام احنا كنا بنتكلم عن القلب دلوقتي من مفسدات القلب فضول الكلام انا اتكلم في حاجات تبعدني عن روحانيه رمضان وإنت قلت شهر رمضان الذي انزل فيه الايه القران رمضان ضيف ما نقبلش معاه أي ضيافة أخرى صح. ما نقبلش معاه أي زائر آخر فضلت الشيخ جالي سؤال دلوقتي ممكن ملوش علاقة بالصيام لكن له علاقة بالوضوء السائل بيقول أن الأئمة اختلفوا في وضعية الوضوء الطريقة في منهم اللي كان متشدد وفي منهم اللي كان يعني هين شويه او في هل الاختلاف ده ما يعملش ذبذبه عند المسلم لا طبعا ده الاختلاف ده رحمه آه. ده الاختلاف ده يدل على يسر الدين يعني مثلا لما يجي القران يقول فامسحوا برؤوسكم العلماء اختلفوا آه. في من العلماء قال لك امسحوا بكل الرؤوس والباء هنا زائدة أي امسحوا رؤوسكم وفي من العلماء قال الباء هنا باء تبعيضية يعني امسحوا ببعض رؤوسكم أو بجزء من رؤوسكم ففي قال الربع هنا لغيت هنا كده وفي قال حتى ولو بإيه شعرة من شعر الإيه فما دام ان القران ما دام ان عندنا وصل للمرحله ديت ان فيه راي وراي وراي يسع انا يتسع لي انا يعني ممكن ابقى انا مثلا لابس حاجه ما ينفعش ان انا اخلعها ولو خلعتها ممكن يجي لي برد فممكن انا اخد براي اللي هو اقول لك ببعض رؤوسكم فازاي ما يكون كده الاختلاف العلماء جاء رحمة لنا رحمه رحمه واني كمان سبحان الله ان ونجد يا استاذه ونجد يا استاذه في مو امر مهم جدا عندنا اللي هي زكاه الفطر اختلاف العلماء في الحته دي كان رحمه جدا يعني مثلا انقسم العلماء فيها لثلاث اقسام الحنابلة قالوا ان الاصل في ان انا اخرج زكاه الفطر بالمنصوص عليه الرسول قال ايه صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من بر او صاعا من زبيب مش هطلع غير دولت طيب هو جه بعدهم بقى الساده الشافعيه والمالكيه قالوا ده كان قصد الرسول ما يقتات به القوت اللي يعني, الوائب. يعني فضيلة الشيخ أن الاختلاف ده جي رحمة لنا آه وعشان كل إنسان على قد قدرته يقدر أنه هو يعمل الشيء على أكمل ما يكون انا بشكر حضرتك جدا بوجودك النهارده معنا في ساعه مع نيبال وعايزه اقول ان رمضان جاي لنا هديه نحاول نستغله على قد ما نقدر عايز توصل للروحانيات وعايز توصل لاحساس لا يوصف تقدر تروح في اي مكان في بيتك بعيد عن الانظار واحكي واشكي وارمي حمولك على رب العالمين مفيش أحن منه في الدنيا ولا حد هيكون سند ولا ونيس ولا جليس ولا حبيب إلا الله. صدقوني لو حسيتوا الإحساس مش هتبطلوا إن أنتم تقعدوا في حضرة الله. النهارده آه رسالة بوصلها لكل مسلم ولكل صائم إن الهدية اللي جات لك اوعى تفرط فيها بسهوله حاول زي ما فضيله الشيخ قال ادمان الحسنات أه بشكركم واشوفكم على خير وتصبحوا على خير